السلام عليكم. سنتابع من خلال هذا الفيديو كيفية معرفة رابط صفحة جوجل بلس المرتبطة بقناتنا على يوتيوب. ندخل أولاً إلى قناتنا. الطريقة الأولى هي الضغط على أيقونة جوجل بلس الموجودة على غلاف القناة، وعند الضغط عليه ندخل إلى صفحة جوجل بلس مباشرة، ويمكننا هناك نسخ الرابط. الطريقة الثانية من خلال الدخول إلى الرابط business.google.com/manage/hashtag/pages الموجود أيضاً في وصف الفيديو، لتظهر لنا كافة صفحات جوجل بلس المرتبطة بقنواتنا. وبمثالنا سنعرف رابط صفحة جوجل بلس المرتبطة بقناتنا وطن نتورك. نجد الصفحة موجودة هنا كما يظهر. نضغط على View Page لننتقل مباشرة إلى الصفحة المطلوبة ونأخذ رابطها من الأعلى. الطريقة الثالثة، ندخل إلى الرابط plus.google.com ونسجل الدخول ببياناتنا، ومن أعلى يمين الصفحة نضغط على اللوجو ونختار صفحة شبكة وطن. من القائمة في يسار الصفحة نضغط على بروفايل فيظهر لنا الرابط. الطريقة الرابعة، الضغط على لوجو القناة في الزاوية العلوية في يمين الشاشة ونضغط على المسنن يوتيوب سيتينجز، وبجانب اسم شبكة وطن بجانب اللوجو نضغط على Edit on Google Plus فيظهر لنا الرابط. وأخيرا الطريقة الخامسة، في حال كانت قناة يوتيوب الخاصة بنا مرتبطة بحسابنا الشخصي على جوجل بلس، نستطيع الضغط في أعلى يمين الصفحة على اللوجو ثم الضغط على جوجل بلس بروفايل.